إذن أقول بدي اليوم اترك بخاطركم بس الكلمتين مرا وبلدي. مرا بيقروا لها 700 مليون قارئ مجهولة ما كثير بيعرفوها الناس، وبالدليل ما بعرف إذا بين حضراتكم غير اللي أنا حكي لهم إياها كم واحد بيعرفها أو سمع بحياته بهالبربارة كارتلاند التي يقرأها 700 مليون. حمين إذا نحن نشكر الفضائية السورية غاية الشكر هنا وهنا في طرطوس، أستاذ الحبيب أبو عمار أيضا، والسيدة وفاء متجاوران دمشق وطرطوس، كثير شاكرين لاهتمامكم معنا ولقبولكم انه تجوا معي على المدرسة الابتدائية. بس المدرسة الابتدائية بس فيها الشيخ أحمد علي حسن يعني، فيها الوجوه الكريمة، فيها ما يعادل باربارا كارتلاند. بيجوز تكون باربارا كارتلاند مغمورة بس يقرأها 700 مليون قارئ. إذا كانت حمين مش مشهورة بالمعنى الدقيق إلا بدعاء الشيخ خليل المقدس المنور الذكر والحروف، إنه والله الله الله أنا اليوم بدي أعمل له الطرف الثاني، هو بيقول الله يخربك يا حمين حتى تنتشري في كل مكان في العالم. هلا صار في عصر انترنت، صار في فضاء، صار في اتصال، ما عاد بحاجة إنه نبعتها لمحل. سنفتح كل السبل حتى يأتي العالم، كل العالم إلى حمين. بطلنا التخريب، خلي الأمريكان عم بيخربوا، قالوا يخربوا العراق مشان يعمروها مثلا. لا نحن جماعة قرأنا القرآن وعرفنا أن القرآن كتاب تقدم، يقول قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما وجده مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إن ربي شو القرآن قدامي، بس ارجعوا للآية 40 من سورة النمل. إذن أفكر أنه نحن بهذا العصر بدأت الحركة، يعني هيك حركة التقاعد بدأتها من زمان الجمال. ألقيت محاضرة اسمها زمان الجمال ابتداء. زمان الجمال نكاية باللي بيقولوا الزمان الرديء ولا الزمان القبيح ولا زمان الجريمة. أنا طلعت محاضرة كان في مكتبة المركز الثقافي بالمزة، اجى الدكتور زكريا مير علم اللي وقفت قلت له كانوا يدبروا لي، قال لشن فيهم يدبروا لي، لم يكن مكان ليجلس أحد وهو زكريا مير علم قاضي طرطوس القديم عضو مجلس الشعب اليوم المحامي والقاضي ويعني في أشياء سرية من أعطية لدين المجذوب نحكيه في المستقبل إن شاء الله، جار الشيخ محي الدين بن عربي وصديقه وصديق روحنا. مرحبا به وبكم أجمعين. أقول نحن اليوم بهذا العصر بعد هالمحاضرة حكيت زمان الحرية من الموت في مكتبة الأسد، وكانوا الأخوة أكابر من جملة أيضا وحشت بس كان وزير الصناعة كان حاضرا ووزير الثقافة كان حاضرا ووزير التربية كان مبرحا و يعني له رأي له شيء وإلى آخره. ليه؟ لأنه إذا معناها كل دلائل أريد أن أقول نحن في زمان الجمال ونحن في زمان الحرية، وهذا القبح والرداءة بيشوفوها بيصطفلوا. بعدين المحاضرة الثالثة في بيروت ولم أذهب، عنوانها الصمت المتكلم بالشهود، ألقاها طبيب نور الدين زين العابدين القبيسي ألقاها عني بمؤتمر هناك. ثم كانت محاضرة رابعة في السويداء الحب والرقم، والخامسة كانت في طرطوس تثنية الحرية من الموت في حمين.
الحاسة ستي في حمين البحر الثاني، في حمين بحر النقاء، ولا تنسى أكل التين لأنه بلد أحسن تقويم. أنا فخور كإنسان أن يكون بأرض آدم. عندي كتاب آخر كتبي اسمه لخاطر آدم، على وجه خاطر آدم اختيارات من لغات تؤكد كلمة سلام بالهيبينك الصيني بلغات العالم كلها. اليوم أقول إنه بيحكي لنا شهادة. أنا كاتب كتابي بس ما بدي شيل عيوني منكم. بلا كتابي يلا بعدين نقراها. هلا بيقول الشيخ أحمد علي حسن بيأكد لي المرة الماضية على مقام المجزون، ويعني مستعد يحلف 100 مرة على المجزون وعلى القرآن إنه هذه بلدة نقية من الجريمة، وبخلال نصف قرن ما سمع أن جريمة حصلت هنا. هالحكي بالنسبة لواحد مثلنا يعني ما فيكم تتصوروا إطلاقا. هلا حكي حلو بس من جوا ما حد يعرف شو عم بيصير فيني لما بسمع مثل هذا الكلام. بلدة بريئة لا جريمة فيها. طيب هلا أعظم بلدان الدنيا السينمائية والإخراجية رمزها المسدس والغصب، يعني الجريمة، الجريمتان. في هالوقت، في وقت هوليود، في أيام هوليود، قرية منيعة على كل هذا النوع من الإجرام والتدهور الإخلاقي تكون لا جريمة فيها. طيب أنا ماني مدين إلى أقصى حدود الدين للشريعة، أصل السعادة الذي دلني إلى حمين وجاء بي إلى حمين بسبب المجزون ولا بغير سبب المجزون، الله أعلم. إذ كنا الذي قلت الشريعة قمة والله سموه المهم نحن في حمين. هلا أنا ما رح يعني إجي ببلاش لحمين. ما في شيخ بيروح على مرة فقيرة أرملة ولا متزوجة ولا ذات أولاد إلا بيتزكى، ما هيك؟ وحياة الله مين طالع من حمين بلا زكاة. زكاتي من حمين سأحمل أخبارها وأسرارها ومراهمها إلى جميع مرضى العالم، المرضى بالجريمة. المرضى بحوادث الاغتصاب، المرضى بالكذب، المرضى بالخيانات، المرضى بالقتل، هؤلاء كلهم سأحمل لهم مراهم، بلاسم، زيت المجزون السنجاري اللي بيقول هي بلدتنا تؤكد لكم أن لا جريمة عندنا، فخذوا مناعة مثلنا وكونوا بلا جريمة. بفترض الطريقة هي ما نقوله الآن، هذا طريق، هذا حقيقة. هالوصولات يعقوب صاحب الرسالة الإنجيلية الشهير من تلاميذة المسيح بيقول إيمان بلا عمل ميت، يسميه الإيمان الميت. يحيا هذا الإيمان إذا صار عملا. بيحمين صار عمل لأنه ما في جريمة. الأنبياء كلهم أجوا فيقولوا لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا لا لا، الوصايا العشر. هذا يومي العاشر أنا في هذا الساحل الشريف، وعلى وجه الأخص في طرطوس. أنا في طرطوس من 10 أيام. مرت الأيام العشرة، هذا اليوم العاشر، وهو العاشر من رجب، وهو بالنسبة لي عيد، لأنه تجلي الإمام التاسع، الإمام الجواد. إمام الجواد إمام الثقة يقولون باللغة إياها، يقولون هذا مولد الإمام الجواد في العاشر من رجب
والإمام الجواد يقول: الثقة بالرب تعالى ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال. وأشعر أن الله رفعنا على السلم للسماء مباشرة، وجها لوجه مع السماء هناك، ووجها لوجه مع أهل مدينة بلدة يشهد لها من نشهد لهم بصدقهم أنها بلد بريئة من الجريمة خالية منها. نترجم هذا بأن حنين دواء لهذه الأمراض العالمية. لذلك سوف ندعو كل الأمثلة وكل العواصم إلى هذه البلدة. هو أبو عمار ياسر إذا وقف هيك وقال أهلا وسهلا بكفي. سلام. يعني إذا واحد بده يضل يحكي على كيفكم أنتوا، لا سيظل أبدا الدهر يتكلم إذا على كيفكم أنتوا، بس على القليل يعني. الإخوة هذول جماعة المجاهدون القضائيون لهم جهاد آخر في أمكنة أخرى، وعندنا كاميرا على وحدة، بس إن شاء الله ستكون سبعا سنين، واحدة للجسم المادي، واحدة للجسم الأسيري، واحدة للجسم العقلي، واحدة للجسم العاطفي. يعني كل جسم لازم نجيب له كاميرا بقدرة الله. وحد إذا حدا بيكتب شيء يخبره لوزير الإعلام إنه أسعد علي هيك قال، اكتبوا تقارير بحقي إن أنا أقول هكذا. هلا أحيانا أنا ببعث التقارير عن حالي بالتليفون، بحكي تليفون وببعث رسائل. ظرفائي وأبنائي أحيانا بشغلة بتمر كلمة ما عجبتهم، بيكون واحد عصبي المزاج ما بيلحق ينتظر، بيقول لي سيدنا، بيدخل على الخط: سيدنا شو هيدا، ما فهمت الكلمة الآية، رجع لي. بقول له: على رأسي رجعتك.